الملف الاقتصادي الأهم والأكثر تأثيراً، صناعة لها خصوصيتها، ويمكن أن نقول بثقة أنها الصناعة الأكثر تأثراً بالأحداث، والتي تدور عجلاتها في أيام وتتوقف لشهور أو سنوات بسبب خبر أو معلومة أو انطباع. مهنة ساحرة تؤثر وتغذي وتدعم عشرات المهن المرتبطة بها، وعالم ساحر من الفرص. أولاً أستاذ معتز، مبسوطين جداً نحن مع حضرتك النهاردة في واحدة من الصروح السياحية الكبيرة في مصر، فإحنا مبسوطين جداً أن نتكلم مع حضرتك النهاردة عن السياحة. أهلاً بحضرتك. هبدأ على طول في قلب الموضوع. يعني إحنا في مصر علاقتنا بالسياحة وبالآثار بتختلف باختلاف يعني ثقافة كل واحد فينا. في البداية أنا عايز أبدأ مع حضرتك مش بعلاقة السائح بالسياحة، لكن بعلاقة المصري بالسياحة. إلى أي مدى حضرتك شايف أنه إحنا نفسنا محتاجين نغير فكرتنا عن الصناعة الكبيرة دي؟ السياحة أكل عيش ناس كتير قوي. لو إحنا بنتكلم بالبلدي كده، السياحة مهنة متشعبة في صناعات كتير قوي، وبتخدم عليها بشكل مباشر وغير مباشر العديد من المنتجات اللي بتقوم عليها صناعات، سواء في البحر الأحمر أو في سيناء أو في القاهرة الكبرى أو في بلاد مجاورة بتقوم عليها صناعة السياحة أنها تخدم على أعداد الأفواج اللي بتيجي عندنا، بداية من المطارات، الطيارات، الفيول، الجاز. فهي مهنة كل شخص موجود في البلد. الراجل اللي بيشتغل في البنك متأثر، تروحي له تقولي له إحنا الدنيا نايمة يقولك أهو ما فيش سياحة. فبقت الدخل اللي بيجي مصر من العملة الأجنبية من السائح، وأنا بقول إن هو دخل مباشر بيتحط في إيد الفرد، بيتحط في إيد سواء تاكسي، صاحب الكشك، صاحب المطعم، كل الناس دي هي دايرة بتشتري من بعض، عشان في الآخر المنتج يروح لشخص بيشتريه. كل ما عدد الأشخاص دي بيقل، كل ما كانت الإقبال على المنتج أو الفلوس عمالة تنام وتقل. إيه الحاجة اللي على مدار تاريخ حضرتك في مجال السياحة كنت تتمنى تقول يا لو بنعمل كذا؟ تعمل إيه؟ إحنا دايماً السائح بياخد انطباع جيد جداً أو ما يوصل، يعني الانطباع في الجو دايماً بيحس إن في فرق في الجو طبعاً. فدايماً عندنا اعتدال مناخي طول السنة الحمد لله. بيبتدي بعد كده بقى بيشوف بقى المطار، إيه اللي بيتعرض ليه المطار، هل الإجراءات كانت كويسة سهلة، وبعد كده العربية اللي بيركبها، المنتجع السياحي اللي بيروحه، الأكل، تذوقه. بس طبعاً كل ده طبيعة البلد وطبيعة الشواطئ، درجة حرارة المية، إنك لما بتنزل المية في اليونان ساعة جداً وكل البلاد اللي هي مشهورة بالشواطئ السياحية بتاعتها المية بتاعتها ما تقدريش تقعدي فيها. البحر الأحمر موضوع مختلف خالص طبعا. من أول عين سخنة لغاية الجنوب في مرسى علم، وكل الشواطئ دي بالتماس مع سيناء أنت بتقدمي منتج لا يضاهى. إلى جانب المنتج لازم بقى لما يخرج برا المنتجع السياحي بتاعه ليه خدمات كتيرة، ده اللي احنا بنحاول نشتغل عليه. لكن بشكل عام المصري مرتبط جدا بوجود السائح، والسائح بيتعامل مع المصري لان هو اكثر طيبة واكثر اندماجا واكثر حبا في ان هو يشوف السائح ويتكلم معاه، والناس بتحاول تتكلم معاه اي لغة حتى ولو كلمتين صغيرين. شوف الولاد صغيرين نوبيين في اسوان مع يتكلموا لغات وشاطرين، الأوارب الصغيرة اللي جنب النايل كروزز، كل ده اندماج. فأنا شايف إن في اندماج كبير، بس طبعاً دور الدولة دور إنها تحط استثمارات في البنية التحتية، إنها توسع الطرق، تشجع الناس إن هي تروح أماكن أكتر. في أحياناً بتدفعي فلوس كتيرة عشان تقدري توصلي الأماكن، لكن لو الدولة حطت بنية تحتية مناسبة، هو طبعاً ده شغال بقالنا 8-9 سنين دلوقتي. البنية التحتية اختلفت تماماً. إحنا كشركات سياحة حطينا برامج جديدة على الخريطة السياحية بسبب إن الطرق الجديدة. طبعاً. لكن ده طور في الخدمات اللي حضرتك كشخص بقى من قلب الصناعة مطلوب منك تقدمها. يعني شركات السياحة، وده كان سؤال في بالي جداً النهاردة لما بكلم حضرتك، ما هتروح فين بعد 5 سنين؟ هتقدم خدمة ايه تكون مختلفة في وسط كمية البلاتفورمز وكمية الخدمات الاونلاين دي؟ الفندق عايز الزبون دلوقتي، والفندق غير من طرق حجزه بحيث ان هو يبقى سهل انك تقدري توصلي له.
بتتفرجي على الاوضه اللي انت عايزه تحجزيها وبتشوفي درجات الحراره، درجه حراره الميه، ايه الاكل اللي بيقدموه، كل ده بشكل فيرتشوال على الموبايل بتاعك. فهو بيحاول ان هو يوصل للي معاه الكارت اللي هيدفع بيه ومش عايز وسيط ما بينه وما بينه دايركت. بس ده طبعا في بلاد كتيره، يمكن في اوروبا اكتر، في مصر لسه احنا الكالتشر بتاعنا لا، انا عايز اسمع واروح الشركه وحد يطمني ان كل حاجه تمام، وخايف ان انا ادفع فالفلوس تروح عليا، مش عايز اخد المخاطره. يمكن مصر لحد ما شركات سياحه محظوظه ان الدنيا مش التكنولوجيا، بس زي ما قلت لفئه عمريه محدده مش كل الناس، بس خلاص الفئه دي بتكبر، ابتدت الماركت كله بيستحوذ عليه كل الفئه دي. الطيران، لو انت جيتي لي وحجزت لك طياره ممكن شركه الطيران تقدم لك اوفر احسن لو دفعتي كاش بكره. حاجات كتيره زي كده. فالصناعه بقى فيها منافسه، انا يمكن بالنسبه لشركه سياحه الى حد ما غير عادله، انليس او ان انا اغير من البلاتفورم بتاعي واشارك الناس دي اونلاين وابقى انا كمان اونلاين وابتدي اشتري من الكبار حاجات احطها في الفاترينا بتاعتي، بحيث ان انا ما ضيعش الفرصه على زبوني ان هو يخرجش بره السوق ده كله، اتكلم نفس اللغه الى حد كبير. فده طبعا لو شركات السياحه ما قدرتش ان هي تؤدبت الفرص اللي عندها وتخش في التكنولوجي بشكل اعمق، هنوصل لمرحلة ان عدد كتير من الناس هتروح منهم فرص مش هيقدروا يقدموا للشخص اللي هو متوقعه. لا ده انا الطيران مديني كذا والفندق مديني كذا، انا ليه اشتري من شركة سياحة؟